خلينا من الخطابات الرنانه ولا نستحق ولا ما نستحق، الحل برا خالي نجم وكافي لنا نكذب على نفسنا. انت برايك اليوم الحل يجي من الداخل، اراده شعب؟ يا شعب يوم يدين طيب 200 300 واحد ينشتل بالشارع، وين الشعب؟ وين يا شعب قامت بي 4-5 محافظات ما حد دار الهبال وراحت عالم تهجرت وداحت بالشوارع ولليوم عندنا نازحين. يا شعب اليوم وقف هذا الجنوب والفرات واقف يوميا يصلخون بجلده وبلحمه ويذبون. يا شعب هسه احنا هي مال خطابات تريد؟ ما دا اتكلم وياك بصراحه ترى ما دا انا شي. احترم هذه انا انا احترم لي. انا احترم لا 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 لا, لا. اسمح لي احترم هذه انا ما راح دا اتوسل بالمحتل. لا لحظة، أنا ما دا أتوسل بالمحتل، اسمعني. أيوة. أنا عندي رجال وعندنا ناس ونقدر إحنا باشر عقبا نجيش ونفوت، وهم شو تقولون إنه هاي سويتوها بيناتكم قام ناس تذبح ناس؟ إحنا ما نريد مذابح، نريد نغادر موضوع المصادمات والقوة، نريد حل. يا ابن عم يا أخو يا نجم ماشي يا سياسي. طيب بس إحنا شنو أمامنا؟ خيارين، أما اسمح لي، أما المقاومة المسلحة أو المعارضة المسلحة ها ونصير مثل شو اسمه هاي رجوي، واما ان نذهب الى الى معارضه سياسيه. معارضه سياسيه انت شنو تريد من عندك؟ تريد حزمه حلول تتفاهم مع القوى الخارجيه؟ حتى هو من هو من جاب المحتل؟ احنا جبناه لو الجماعه جابوه؟ واحنا اصلا ما راح نجيبه، هو موجود. احنا الكل نريد نصل انه ما نصل الى نقطه التصادم بيننا وبين هذه الاحزاب، ما نريد دم بالشوارع، نريد نحل هذه المشكله ببساطه. هسه لا بالديمقراطيه جات تنحل، ولا بالسوالف جاءت تنحل، ولا بالاعتصامات انحلت، ولا بالمظاهرات انحلت، ولا بتشرين انحلت، ولا بصوت يعني شلون تنحل؟ طيب اعطونا حل. طيب.